كثف الجيش السوداني ضرباته على أهداف ومواقع للدعم السريع في كل من العاصمة الخرطوم ومدينة بحري. تتزامن هذه الضربات مع توجيه الدعم السريع ضربات عبر القذائف المدفعية أطلقتها من مدينة بحري شمالي العاصمة، استهدفت بها الأحياء السكنية الشمالية من أم درمان، إذ رصد مراسل الحدث سقوط قذائف على منطقة صباح اليوم على منطقة الجرافة صباح اليوم بعد ليلة تعاملت فيها المضادات الأرضية للجيش مع مسيرات جوية حاولت استهداف المناطق الشمالية من المدينة. وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قال إن الانتصار الذي تحقق بمدينة سنجا عاصمة ولاية سنار سيكون له ما بعده، وخلال زيارة تفقدية للمدينة التي سيطر عليها الجيش السوداني اليوم بعد معارك مع قوات الدعم السريع، أعلن البرهان استعادة الجيش السوداني قيادة الفرقة 17 مشاة بالمدينة، مؤكدا مواصلة العمليات ضد الدعم السريع في كل مناطق القتال بالسودان. استطلاعات ميدانية مشاهدين على الأرض بعد هذه الانتصارات التي تحدث عنها الجيش الإسرائيلي من أم درمان. ينضم إلينا مراسل الحدث نزار بقداوي ليضعنا في سير هذه التطورات. تفضل نزار، كيف تشكلت خريطة الانتصارات بالنسبة للمناطق التي استعادها ويسيطر عليها الجيش السوداني مقابل طبعا بعض المناطق التي سيطر عليها الدعم السريع؟ لك التحية تهاني. بعد 146 يوما الجيش السوداني الآن يستعيد وينتزع مدينة سنجا من يد قوات الدعم السريع التي سيطرت على هذه المدينة خلال الأشهر الماضية. الآن الجيش السوداني والحكومة السودانية تضيف مدينة سنجا لجملة المدن التي بسط الجيش سيطرته عليها، والإشارة هنا إلى مدن الدندر والسوكي وعدد من القرى التي تمدد وانتشر فيها الجيش السوداني. ماذا يعني أن يتمكن الجيش من الوصول إلى هذه المدينة بالحديث عن خارطة التحركات العسكرية والميدانية؟ سنجا هي مدينة مفصلية، هي مدينة استراتيجية تربط بين مدن وسط السودان وجنوب شرق السودان وشرق السودان. الآن بوضع الجيش يده على سنجا يستطيع أن يتحرك بسلاسة وبحرية نحو منطقة جنوب النيل الأزرق حيث عاصمة هذا الإقليم مدينة الدمازين، ويستطيع أيضا أن يتحرك إلى وسط السودان وصولا إلى مدينة مدني بعد أن يرتب أوضاعه وصولا إلى المتحركات التي تفيد المعلومات بأنها ستعمل على الانتشار والتمدد في هذا المحور الوسطي في السودان. أيضا الوصول إلى سنجا يعني إمكانية الحركة لقوات الجيش من مدينة سنار غربا إلى مدينة كوستي وربك وصولا إلى ولايات كردفان. الآن بهذا المعطى الجديد يمكن أن نقول بأن الجيش الآن بسط سيطرته على معظم أراضي ولاية سنار عدا الجيوب القليلة التي ما زالت تتحرك فيها قوات الدعم السريع، وهي في مناطق الدالي والمزموم وجنوب مدينة سنجا ومنطقة سكر غرب سنار حيث توجد قوات تتبع للدعم السريع في هذه المنطقة. طيب ماذا عن الوضع الإنساني؟ هل هناك أي مؤشرات لدخول بعض المواد الإغاثية والإنسانية إلى محتاجينها؟ لأن هناك اتهامات أممية أيضا بعدم سماح الأطراف المعنية على الأرض بدخول هذه المساعدات. الآن الأمم المتحدة تتحدث تحديدا برنامج الغذاء العالمي عن شاحنات الآن في طريقها عبر معبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد إلى كثير من المواقع، هنالك أكثر من 15 موقعا ستصل هذه الشاحنات تباعا بمئات الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية. قبلا كانت الحكومة السودانية قد أعلنت ترحيبها وأكدت بأنها مستعدة لفتح جل المعابر والمطارات، حددت 6 مطارات. الآن هذه المطارات بدأت تصل إليها المواد الغذائية والإغاثية. نشير ونتحدث إلى مدينة كادوغلي حاضرة إقليم جنوب كردفان، تصل هذه المساعدات بشكل دوري إلى مدينة كادوغلي. هنالك أيضا قبل يومين وصلت أولى القوافل منذ شهر أغسطس الماضي إلى معسكر زمزم للنازحين عبر برنامج الغذاء العالم. هنالك معضلة تتعلق بإيصال هذه المساعدات، ولكن الآن المؤشرات بعد تأكيد الجيش وبعد تأكيد الحكومة عن فتح هذه المسارات يمكن أن نقول بأن الأمر يمضي نحو الانفراج، إلا أن تعيق مسار العمليات العسكرية وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها في عدد من المواقع في غرب ووسط وجنوب السودان. شكرا من أم درمان مراسل الحدث نزار البقداوي.
إنسانيا، قال رئيس المجلس النرويجي للاجئين يان إيغلاند إن السودان الذي يشهد حربا مدمرة يتجه نحو مجاعة بدأ عدها التنازلي، حيث يواجه أكبر أزمة إنسانية على الكوكب وأكبر أزمة جوع ونزوح بينما العالم لا يبالي وفق قوله. وأضاف إيغلاند أنه رأى خلال زيارته إلى السودان نساء يتناولن وجبة واحدة من أوراق النباتات المسلوقة يوميا، موضحا أن الموارد المتوفرة حاليا تؤخر الوفيات بدلا من منعها. كما أشار المسؤول إلى أن الأزمة في السودان تستحوذ حاليا على جزء يسير من الاهتمام الذي استحوذت عليه قبل 20 عاما بالنسبة لدارفور عندما كانت الأزمة أصغر بكثير. وقال إيغلاند أن أطراف النزاعات متخصصون في إخافة المسؤولين الأمميين، بينما المسؤولون متخصصون في الخوف على حد تعبيره. مدينة أوبسالا في السويد ينضم إلينا مجدي النعيم الأمين العام للمرصد السوداني لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا سيد مجدي. أولا، ما هو تعقيبكم وتعليقكم على حديث أيان إيغلاند عندما اتهم الأطراف الفاعلة على الأرض بأنها تنتهج سياسة التخويف للمنظمات الأممية لمنعها من دخول المساعدات الإنسانية؟ أتفق تماما مع هذه الخلاصة والاستنتاج. في الواقع النخب السودانية التي تدير النزاعات على مدى العقود الماضية، ربما على مدى أكثر من 4 عقود، كانت تستخدم هذا النهج. حينما تكون هناك مطالب بأشياء بديهية يلزمهم بها القانون السوداني والقانون الدولي، يلجؤون إلى صنع أزمات أكبر، فيصبح العالم و المعنيين بأوضاع حقوق الإنسان والمعنيين بالمساعدة الإنسانية يطالبون بما هو أقل من ذلك. خلونا نتذكر في 2011 مع انفصال جنوب السودان كدولة مستقلة، كانت توقعات أن يتم تركيز كل دولة على إعادة بناء نفسها، على قضايا الديمقراطية، على احترام المواطن إلى آخره. لكن اندلعت الحرب وأصبحت المطالب ليست بترسيخ ديمقراطية ولا باحترام القانون، أصبحت المطالب بوقف إطلاق النار، بحماية المدنيين، بما هو أدنى من ذلك. ففعلا المسؤولين السودانيين تخصصوا في إخافة المجتمع الدولي، وللأسف ينجحون في ذلك على مدار العقود. نعم. طيب، هل هناك أي خارطة طريق لمحاولة إدخال المساعدات إلى المحتجين؟ لأن الوضع أصبح ينذر بكارثة إنسانية إن لم تكن وقعت هذه الكارثة والمجاعة في بعض المناطق المحتدمة القتال فيها. توجد خطط بالفعل، وهي محل نقاش بين الأطراف الثلاثة، بين الأمم المتحدة والقوات المسلحة والدعم السريع، وربما أكثرها وضوحا وتبلورا ما تم في محادثات جنيف التي لم تتم بالشكل المطلوب. لكن على الأقل أعلن الدعم السريع موافقته، وأعلنت القوات المسلحة موافقتها على خطط الأمم المتحدة، وتم بالفعل بناء على ذلك عدد من الخطوات. كل المطلوب العودة إلى الالتزام بما التزمت به الأطراف الثلاثة، أن يسمحوا بتوصيل المساعدات بالنهج وبالطريقة التي اتفق عليها. لكن ما لا يقل أهمية عن ذلك هو وقف الوسائل التي تعيد إنتاج هذه الأزمة والتي تفاقم منها، وهي الحرب نفسها في الواقع، والطريقة التي يحارب بها الطرفان، ليس في الحرب فقط وإنما الطريقة التي يحاربان بها، بما فيها من عدم اكتراث بالكامل بحياة المدنيين و يعني حمايتهم وإلى آخره.
نعم وكذلك بالإفغار المنهجي الذي يتم في كثير من مناطق السودان. نعم، أنتم كمرصد سوداني لحقوق الإنسان، كيف يعني تحاولون توثيق ما يحدث في الداخل؟ هل تجدون صعوبة في ذلك أم هناك لكم أطراف على الأقل سودانية محلية تعمل؟ بالتأكيد نجد صعوبات كثيرة ويحدث تأخير وتصل الأخبار متأخرة بعض الشيء، مثل ما حدث على سبيل المثال في منطقة الهلالية في الفترة الماضية. العالم والمجتمع السوداني بدأ يدرك بعد عدة أيام من الأزمة حجم هذه المأساة. الآن أنا أريد أن أستغل هذه الفرصة وأنا أحذر من احتمال تكرار نفس الوضع في الهلالية في مناطق أخرى. علمنا من مصادر مستغلة وموثوقة أن الوضع في منطقة التكلة بشر في شمال الجزيرة وهي 80 كيلومتر جنوب الخرطوم، المواطنين الآن يتعرضون لحصار، لا يستطيعون الخروج من القرية. القرية نفسها استضافت عشرات الأسر من النازحين من القرى المحيطة بها. يتعرض المواطنين الآن للمضايقات ويتعرضون للحصار ولا يستطيعون الخروج من القرية. إذا استمر هذا الوضع فهذا يعني ببساطة كارثة صحية نعم ويعني كارثة غذائية. لذلك نحن ندعو الأطراف المعنية وأولا طبعا الدعم السريع لأنه الآن هو المحتل لهذه المنطقة أن يلتزموا باحترام القانون الإنساني الدولي الذي يمنعهم من نعم مهاجمة المدنيين ومن مضايقتهم. طيب، هو سؤال يعني سيد مجدي، يعني على مدار السنوات السابقة من حروب سابقة وقعت في السودان، يعني عقيدة الحرب بالنسبة لقوات الدعم السريع، لأنه هي المتهمة الأول الآن بهذه الانتهاكات، وأيضا الجيش، ولكن أنا أتحدث عن الدعم السريع، يعني لماذا يستهدفون المدنيين بشكل خاص؟ يعني ما الذي يمنع من دخول المساعدات في ظل الصراع القائم بين الأطراف العسكرية؟ هو في الواقع يعني ما يحدث غريب. إذا كانت قوة عسكرية تحت المنطقة معينة لأهداف سياسية بالضرورة هي مفترض تكون حريصة على صورتها في عيون هؤلاء المواطنين، لكن ما يحدث هو العكس. الدعم السريع لا يكترث إطلاقا لا بحماية مدنيين ولا بحقوق هؤلاء المدنيين، وأظن ذلك يعود إلى طبيعة تكوين هذه القوات نفسها. هذه طب هل ميليشيا في سيطرة؟ لديها أغراض معينة. يعني هل من حسب المعطيات الآن، هل تتوقع بأنه قيادة الدعم السريع تسيطر على هذه الأطراف، يمتثلون لأوامرها مثلا في الميدان، أم أصبح الأمر خرج عن السيطرة وفي جزء من العشوائية في بعض المناطق؟ هذا سلاح ذو حدين. يعني الحديث والاعتراف بفقدان السيطرة يعني إخلاء مسؤولية هؤلاء القادة، وهذا غير صحيح. هؤلاء القادة هم الذين عبوا وجلبوا وحشدوا هذه القوات ويتولون إدارتها. لكن أيضا من المهم إدراك مدى تفكك هذه السيطرة حتى تستطيع الأطراف المعنية أن تبني تصورات واقعية عما يحدث على الأرض. في الواقع الفوضى هي جزء من طبيعة هذه القوات وفي حمضها النووي كما يقولون. يعني ليست شيئا مكتسبا جاء نتيجة لهذه الحرب. ونعرف أن بعض المجموعات تقاتل بسبب ما تكسبه من غنائم، وأصبحت عقيدة الغنيمة عقيدة مشروعة، وده يعني في الحروب الأهلية السودانية للأسف موجود منذ أيضا عقود. ونتذكر أن أحد قادة الدولة السودانية قبل الثورة تحدث في البرلمان عن ترغيب طيب الجنود سيد للقتال بإعطائهم نعم الغنائم. طيب، أنا أشكرك من أوبسالا في السويد مجدي النعيم، الأمين العام للمرصد السوداني لحقوق الإنسان.